السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على خط جديد للسكك الحديدية اللي يربط منطقة بالطيوة الصناعية بشبكة تاع قطارات شمالية باتجاه وهران وميناء وهران، وكذلك مستقبلا باتجاه مستغانم. وهذا الخط موجود ما بين بالطيوة ومنطقة سيدي مفسوخ على امتداد 7 كيلومترات، وراح يفك العزلة على المنطقة الصناعية كما قلنا نتاع بالطيوة. إذن سوف يسمح بنقل المنتجات نتاع المنطقة الصناعية بالطيوة نحو التصدير في ميناء وهران أو ميناء مستغانم مستقبلا إذا اكتمل الخط تاع سيدي مفسوخ باتجاه مستغانم اللي راح قيد الأشغال. والسلام عليكم.